الفقيه جيش قاصدك المقصود الله سبحانه وتعالى، وسولت عليك الناس وقالوا لي انت فقيه زوين، اي واحد كيجي عندك مريض كيتشافى على يدك، ما كاين ما نخبي عليك الفقيه. عندي اختي عيانه شويه، كتنعس كتبقى تشوف شي احلام ما مزيانينش لها، كتبقى تغوت وما خليت فين ديتها. جميع الفقهاء درت عليهم باش شفى لي اختي، ولكن للاسف ما تشافاتش، باقا اختي هي هذيك. وجيت عندك انت، جيت قاصدك وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى تشافى اختي وتشافى على يديك، حيت كاع الناس كيشكروا والناس كتجي عندك من بلاصه بعيده، والحمد لله انت راك معروف بالخير وبالنيه ديالك والعمل ديالك الزوين الصالح. موما الفقيه كنتمنى اختي تشافى على يديك ان شاء الله. الحمد لله ولدي، الحمد لله، شي فضل الله سبحانه وتعالى. شحال من واحد جا عندنا عيان وشافيناه بالبركه ديال الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله غيكون الخير. جبت الاخت ديالك عندي غندير معها شي بركه وغيكون الخير ان شاء الله. هذاك الشيء اللي بغينا الفقيه، بغينا الاخت ديالها تشافى ان شاء الله، حيت ما خلينا فين ديناها. جميع الفقهاء درنا عليهم وتحد ما شافها ليا، حيت اختي ملي كتنعس كما قلت لك كتبقى تشوف شي احلام خايبه بزاف، ولا تشافات الاخت ديالي على يدك نتايا كنوعدك غنجيب لك احسن كادو، احسن كادو غنجيبو لك. ولدي الناس جات من عندي من بلايص بعيده بزاف، كاين اللي جا من هولندا، كاين اللي جا من الطاليان، كاين اللي جا من فرنسا، كاين اللي جا من كندا، امريكان، الناس بزاف جات عندي والجاليه، حيت عارفيني كنداوي الناس بالنيه وعندي البركه. وان شاء الله غنقول لك اختك مالها بنتي بقيت شوي فيها، هاد البنت هادي مخطيه ومخطيه وسق قديم جا فيها مسكينه، وانا غندير مع المجهود ديالي وغتولي بخير وغيكون الخير. الناس رجعوا عندي من بلايص بعيده وداويشهم، خرج ولدي برا وتسناني، هاد الجواد ديالي راه ما كيبغوش، كيبغوا المريض. يلا ولدي كل خير ان شاء الله، شي نص ساعه بحال ما هكا. تفضل ولدي. واخا الشريف انا نخرج برا ونتسناك، الله يرحم لك الوالدين والله يجازيك بالخير. اجي بنتي حدايا تفضلي. بسم الله بنتي، شرب الماء ويكون الخير بالشفاء 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 بالشفاء. بارك عليك بنتي، بارك، حط القرعة. ما شربتي الماء باش حسيتي؟ حسيتي بالدوخة؟ هاد الماء شنو فيه؟ جاتني الدوخة بزاف، شنو درتي ليا في الماء؟ تحسي بالدوخة؟ فيه الدوخة بزاف يا نعاس. داويني كنهنم بزاف، تيكون شي نشطاري ليا الناس ما كنشوفوش. الله الا كدوخو والله هاد الماء اللي شربتي راه فيه المفعول، ما كيلقرا على الماء لا والو، راه فين دا شماك. الله الا كديرو النية فقيه، تيقو فوقها كاينين شي فوقها هاكي اللي كيدي لكم رزقكم ويضحك عليكم وتكرفس عليكم كما غندير لك دابا انا. وهادشي غيبش وغادي فيك اللي بغيت، خوك تا هو راجل
جيبك عندي سير فقيه باش تمشي الدواء تفكي تفكي راه مقاري حتى الحمدو حتى تما الله يهديكم موسى. نعسات كان داعت شي فوقها ما كاين عسوا ما والو كيفاش انت انا عساه نعسوا جوال يا ولدي كنت مسكين راه شبعان سحور خطيها تابعه كبيره وراني شنقول لك درت المجهود ديالي راه جوالي مولي من عسين اولدي الله يرحمك الوالدين هادشي اللي نقول لك الله يجعل ربي يحفظك كان داعت شي فوقها ما كيبغيوش يديروا الخدمه ديالهم بصح انا كنهضر معاك دابا وشاداني البكيه والله حيت انت فقيه الله يعمر هذا والناس كيجيو عندك ما عارفش منين الله يرحم لك الوالدي فهاد النهار هذا ولدي راه كندير الخدمه ديالي الناس راه كيجيو عندي من بلايص بعيده كما قلت لك خصك ان شاء الله راه غتولي بخير ان شاء الله هذاك الشيء اللي بغيت كما قلت لك اختي الا ولات بخير وتشافات احسن كادو غنجيبو لك والله حتى غنجيب لك احسن كادو حيت الامنيه ديالي خصك تولي بصحيحتها ترجع بها خير وعلى خير حيت كنتعذب هاك الخير شوف فيا انا راه كنت كندير حصاج غتولي تجيب عندي يوميا قلت كان من 70 ل 700 ياك غتولي تجي عندي تجيبها لي يوميا عندي صافي واخا ما يكون خاطرك كل نهار نجيبها لك الله يرحم لك الوالدين راه حيت انا ما بغيتش نخلعك الله يرحم الوالدين ما تنوضاش دابا انت الدار ترتاح نوض دابا نجي نوض على سلامتك على سلامتك الله يرحمك الوالدين بسم الله الله يرحمك الله يرحم الوالدين يلا نمشي وزيد اللي بعده ادخل شي اختي شويه الحمد لله خويا هاد الفقيه هذا الله يعمر هذا قلالو الفقهاء بحال ما السيد هذا كيدير الخدمه ديالو من قلبو كاينين شي فقهاء كيديروا الحصه كل سبع ايام وهو قال لي جيب اختك كل نهار باغيك مسكين تشافى ما بقيتيش انت شي كتحلمي شويه خويا الحمد لله راه غاده في التحسن دابا راه الجوج ورده معايا مع الجوجونس واخا خويا مشو عندي يلا خشي نمشي سلف قيه بغيت نفرحك بواحد الخبار خشي ما بقاتش كتحلم بالليل الحمد لله انا فرحان كانت كتحلم بالليل كانت كتغوت لينا بالليل هادشي كامل ما بقاش كان رحمه ديال الله سبحانه وتعالى الله يرحم لك الوالدين تساعدتي معانا وتعاونتي معانا ودرتي لخشي حصه كل نهار باش تشافى الله يرحم لك الوالدين انا فرحان والله حتى فرحان والكادو ان شاء الله غدا نجيبولك الكادو اللي كنت موعدك به ما نسيتوش غدا نجيبولك ان شاء الله انت فقيه بالبركه ديالك داكشي علاش الناس كيجيو عندك من برا الله يرحم لك الوالدين كتعاون مع الناس وكتساعد مع الناس الله يودي هذا واجب عليا ولدي نديرو هو مع من خدام مع الناس المراد مساكن كيبقى حتى بنتي شويه وليت بخير الحمد لله خشي ولات بخير الحمد لله ولات بصحه زوينه صحه جيده ما بقاتش كيف ما كانت من جينا عندك انت كاين تغيير ولدي خرسناني على برا اجا بنتي حدايا اش اش واخا السلفقي ما يكون خاطرك انا غنتسناك برا بسم الله
بالله بنتي شربي الماء. باش حسيتي هاد الماء كيدوخني مابقيتش كنحب نشرب. غير شويه شويه ماشي بزاف، راه خصك تدوخ يا بنتي. اش غدير؟ ورا بزاف هادشي هذا، تولي حامل ولا تطيح فشي كاريتي. انا الله يدير الخير وصافي، الله يدير الشتا ويدير الخير. حسات سالية شكرا يا الشريف. سالي الله يسعدك. دابا رفقاي اش غنقول لك، دابا الدرية اختي شكراتك ليا وقالت لي بان كاع الناس اللي كيجي عندك كتقضي لي الغرض، ما كاينش اللي كيرجع عندك وما قضيتيش لي الغرض. انا جيت عندك اودي قاصدك والمقصود الله، بغيتك تشوف كيفاش ديري. بغيت نخدم، بغيتك ديري شي قبول ولا شي حاجه ان شاء الله. باغي نخرج نترزق على الله، نتمنى من الله يسخر لي الله في يدك. انا ولدي اش غنقول لك، انا كدير القبول للعيالات، كنخدم مع العيالات، وراه اختك راني خدمت معاها تبارك الله داكشي راه نجح. ايوا اش نقول لك، انا راه ما كنخدمش مع الرجال والعيالات الكبار. واش نقول لك السير فقيه، انا راه شكروك لي الناس وراه جيت عندك، بغيتي تساعد معايا ديرني بحال خوك الصغير ولا بحال ولدك. راه الصالير ديالي الاول اللي غنشدو راه نجيبو لك تالي بين يديك. راه شوف كيفاش جيت دير لي، راه خوك راه والو، تسدو البيبان كاع في وجهي. بنتي لي عاد جيت قصدتك، تعاون معايا اول صالير غادي نشدو راه ديالك حتى ما نقربش ليه. ولدي خاصك تكون تفهم، انا ما كنخدمش مع الرجال، انا كنخدم مع العيالات. راه الجواد ديالي كيخدموا مع النساء. هادشي دخلوا لدماغك، ترى تعطيني الفلوس، راك انت ما خدامش ليا، خدام ليا البنات. واسمح لي يا ولدي، راه ماشي ما بغيتش نخدم معاك. يلا ولدي الله يسهل عليك، خلي يدخل واحد اخر شوفو، خلي كاين شي عيالات كيتسناو. يلا ولدي واسمح لي بزاف. صافي اخويا ما عندي ما ندير، اختي راه تيسر لي الامور معاك وانا ماشي يسر لي والو، ما عندي ما ندير. الصبر لا عاون اخويا. والصراحة اختك زوينة ديك الطويلة، ما باقي عاقل عليها، اوكي نطول معاها الحصة. وتي انا باغي اختك، انت شوف اختك الاخرى تجي، تجي عندي نتايا، انت اش تقلب علاش؟ ادخل ادخل ارى اللي بعده. خويا ما كان نخبي عليك، مشيتي عند الطبيب وقال لي انا حامله، ما عرفش راسي مع من حامل. شنو هو حامله؟ كيفاش حامله؟ انا كندير المستحيل على قبلك انتيا، واي حاجه بغيتيها كنجيبها لك، وفي الاخر نمتري وجهي في الارض. اش هادشي هذا؟ ما ضرنيش فيك هادشي هذا والله، ما ضرني نشوفك. حشومه عليك درتي لي هاد الحاله هادي. مع من حامله؟ دوي معايا مع من. مع الطبيب وكيعطيني الماء وكيشربه وكيدوخني، ما عرفتش شنو فيه. هادشي كامل دارو الفقيه، عندك الحق، هو اللي كيعطيك الماء، ولكن اليوم والله تا غنقتلو الشرف ديال خشي، ما خصوش يضيع شي داك الفقيه، والله تا غنقتلو اليوم. غنقتلو غيمشي الحبس ليه خويا طاع مسكين. هادشي طاع جو طاع خويا جو، الله ياخذ فيه الحق هذاك الفقير، الله ياخذ فيه الحق. الفقير كيبقى تخشي؟ شنو هو كيبقى تخشي؟
بغيتي تقول خشي اللي تعديتي عليها وخديتي لها الشرف ديالها. انت فقيه انت وكتدخل للجامع تصلي بالناس بزاف صاحبي. نتايا محشومه عليك هادشي اللي كدير في العيالات وكتضحك على البنات. اش غتقول الله؟ وباش كتقتلني يا صاحبي داخل للجامع وباغي تصلي؟ كتصلي بعباد الله. اش غنقول لامي ونقول لهم خشي لديش عاد الفقيه باش يداويها تعدى عليها وخد لها الشرف ديالها وكدو كدبوها محشومه عليك كتضحك على البنات وكتضحك على العيالات. اش غتقول الله؟ اش غتقول الله غدا امامه يوم القيامه غتحاسب على هادشي كامل اللي درتي وكتجي كتصلي بالناس ناري بزاف. انت صاحبي ابليس غادي في الارض محشومه عليك. ولدي اش غادي نقول؟ انا غنجيك الصراحه هادشي راه ماشي من طبيعي. واحد السيد ابليس طلعت الله هو عالي راه هو اللي بناني ماشي ما بلاك ما والو. انت بليتي راسك دابا غتفهمت انا القصه ديالك. انت كنتي خدام مع واحد اخر سوسي هذاك السوسي اللي كيقولوا لي كان كيتعدى على البنات وكيضحك على البنات وتتا وليتي بحالك بحالو تتا كتضحك على البنات وكتعدى على العيالات محشومه عليك. شنو معمول دابا مع اختي؟ شنو معمول؟ اش غندير معاك؟ اش غندير معاك؟ هدر ما تبقى ساكت. اش غندير معاك؟ قلت لك نضيع حياتي في الحبس. اصلا انا غادي للحبس غادي للحبس حيت الشرف ديال اختي ما خصوش يضيع بنادم. سمعتيني؟ اسمح لي يا ولدي. شنو هو؟ اسمح لي. انت ما خصكش تبقى غادي في الارض حيت انت ابليس كما قلت لك. تألم كما كتألم بناس عباد الله وكتعدى على الناس. تخو عليك الحيوان.